فانت جايه تقولي انا ست مرتاحه وانت ست تعبانه شقيانه. ايه دخل الحوار في ده؟ هو انت لا شايفه يعني غير كده يا استاذه؟ اسكتي انت. وراك وايه يعني؟ ايه اللي دخل الحوار في مش ده؟ مش انت اللي بتقولي لي وراك وايه؟ ورانا ان احنا نروح ننظف يعني. اسكت انت. والله واحنا ما بننظفش في بيوتنا ولا ايه؟ لا انتوا عندكم شغالين والله؟ حضرتك. استني يما يعني اسكت انت. اهو قلت اسكت انت وخلاص بقى. يلا يا استاذه ارتيل. لا مش فاهمه يعني اسكت انت واحنا مثلا جربانين عشان فاهمين كده. بتوقفي لي ايه؟ بتخوفيني يعني ولا ايه؟ لا ولا اخوفك ولا ما اخوفكيش، بس انا اصلا مجنونه. طب والله مجنونه؟ اه مجنونه على نفسك. لا مش على نفسي. طب اقعدي اقعدي اقعدي. مش قاعده. لا اقعدي. مش قاعده. يعني ايه مش قاعده؟ يعني مش قاعده. امور السواكه دي ما بتاكلش معانا. ريم الطويل، محمد البربري، نورتونا النهارده. متزوجين الحمد لله. الحمد لله. هنذبح ان شاء الله. ان شاء الله. ولا اله الا الله. خلاص ان شاء الله. مجموعه من الاسئله احنا بنشوفكم على السوشيال ميديا مكسرين الدنيا وترندز وحركات. ايوه. نشوفكم بقى ايه؟ على الحقيقه. على الحقيقه بقى. اه خلاص ماشي. احنا جاهزين؟ جاهزين. طن طن طن. انا خايفه. يلا انت خايفه على ايه؟ انا جاهز. احنا اللي ضده دلوقتي. ماما بتتفرج؟ اه كله. حماتك جاهز انت وتمام؟ ان شاء الله. شاور لهم. ان شاء الله خير. كل سنه وانتم طيبين والف الف مبروك. يلا السؤال الاول الاستاذ محمد معانا. اه بربري. هذا سؤال لي انا بس. انتوا دي هتكتبوا. احنا دي هنكتب. يوم الخطوبه، تاريخ يوم الخطوبه. اوكي. هي ليه بتكتب؟ ما تغشش. ما تبصش. مش عارف. ما تبصش. لا هتتخانق. خبي خبي منه. خبي منه. بصي انا هرمي ايه تاريخ كده. ها ان شاء الله هينفع معايا. يلا من الذاكره. ما اعرفش ايه. لا لا خبي خبي منه. خلاص اوري. يلا بسم الله. كتبت كام؟ كان 25. 25. طب والله قريب. قريب والله. قريب. ماشي. غلط غلط. لا مش هالي. 1 0. ريم ريم. والله العظيم قريب. يا يلا اللي بعده. خبي بقى منه يا ريم بقى. خبي منه. والله ما غشيت. طول طول مراتك قد ايه؟ دي سهله دي ان شاء الله. يلا اكتبه. يا ماشي. انت ثانيه بتكتبي بتكتبي طولك انت ولا طولي انا؟ طولها هي. طول مراتك قد ايه؟ ايوه انا هكتب طولي عشان نشوف. جو جو. اتنين هوبا. كام؟ فاضل سنتي. لا يعني لا معلش. طب ما هتمشيلي دي ولا لا؟ لا 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 فاضل فاضل سنتي. يلا ريم. ها التاريخ اول مره شفتم بعض فيها ايه يا رضوى؟ سالي انا مش تاريخ. سوري. كان لابس ايه؟ ايه يا رضوى؟ ها كان لابس ايه؟ طب ماشي اكتب انت كمان. انا اكتب. انا مش انا مالي ألمت. طيب ماشي انا هخمن. انا اكيد كنت لابس. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى صح. ثانيه. ماشي خط صعب بس انا جاهزه. يلا بسم الله. اسود فوق رمادي تحت. اسود. اكتبت اسود وبنطلون باركور. ماشي. لا 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 ريم لا 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 ريم 3-0. طيب رورو الفيفورت سونج بتاعته ايه؟ اغنيته المفضله دي ممكن اجي اكتب اثنين؟ لا متاكده منها. لا لا واحده واحده لو سمحتي قولي لها واحده. انت سالتي. خبي بقى منه. ماشي ماشي. خبي منه خبي منه. اقول لك حاجه بقى. انا يعني انا مش صح. انا يعني للاسف هي. انا عارف ان هي عارفه يا جماعه بجد. هكسب حاجه طيب ولا ايه؟ هنديكي في الاخر جايزه نوبل. ها يا سلام. يا 4-0 ريم. لا 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 كده. ايه الزوجه الجامده؟ طيب حضرتك ايه اكتر بلد مراتك نفسها تروح؟ انت لو ما كتبتش دي صح انا بجد انا مش عارفه. ثانيه واحده بس. بص انت لو ما كتبت هكتبها كده ايه لو كبيره قوي. لو ما كتبتهاش صح انا بجد مش عارفه يعني. ده حلم حياتي فيعني. ابو حميد. ابو حميد والله انت جامد. ابو حميد عيب عليك. بحبك. خسران. طيب لونه المفضل ايه؟ ماشي دي سهله بصراحه بس اهو يا جماعه يعني اديله اديله ريم اديله جو 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 ريم. بتساليها اسئله سهله قوي يا رضوى حرام عليكي. ايه اكتر فيلم ريم بتحبه؟ نسي. ايه داري منه داري منه. نسي
يلا يا ريم جو 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 جو. يا ابيض. ها اكتر فيلم. دي مراتك حبيبي. فيلم. 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 انت عارف انا على طول بقعد اقول لكل الناس لا ما تغششوش يا ريم ما هتكسبيه. طب 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 لا لا انا مش مصدقه انا مش مصدقه انا حاسه ان جرحت جوه. اتصدمتي ها؟ اتصدمت ازاي؟ ليه ليه؟ سبع سنين جواز ومش عارف مين هو. معقول مش عارف ايه في ما انا عارف ان انا عارف انا عارف والله بس انا ناسي بس مش اكتر. يا ريم ما تبصيش البصه دي. لا لا ما تبصيش خلاص انترستيلر ما كتبتش حاجه ما كتبتش حاجه اصلا من كتر ما انا مش عشان قوي يا جماعه لازم يتعاقب. ريم اكتر اكله بيكرهها. اكتر اكله بيكرهها يا رب تبقى ناسيه بقى يا رب. قلت له في الفاصل خلي بالك عشان الرجاله بتسمع سبانخ. لا ما انت برضه ما بتحبش الباميه. طيب احسبها ريم برضه ولا ايه؟ ايه بقى ايه محمد محمد خلاص ما تسيبش. طيب يعني حرام بقى كفايه كده. ها مع ريم كده كده كسبانه. انا هبتدي نشوفها في الاخر لو هي كده هنسندها. طيب مين اكتر مغني او مغنيه هي بتحبه؟ هي بتحبه. اه يعني داري منه بقى داري منه. انا بس مستغربه ان هو بيفكر. جاهز؟ صح. آه! محمد ابتدى يتقدم ودخل محمد وشاط وجون وجون. طيب ايه الاكله اللي هي عملتها كانت وحشه قوي اوكي وانت جملتها حاولت تجملها وتقول لها يعني حبيبتي تسلم ايدي كريم بس يعني ما تحاولش بقى تطبخ الطبخه دي تاني. يا لهوي على الفضايح. انا فاكر. طيب بس هي مش فاكره ما اظنش. لا انا فاكره. فاكره؟ اه ماشي. ده في حاجه في حاجات كتير بصراحه انا مش عارفه انت هتكتب ايه. يا لهوي يا ريم هتفتحي نفسك على ايه يا حبيبتي بصراحه يعني بصي يعني ايه فراخ ايه ده اللي انا بقوله ده ماشي يعني جاهزه. كشري بعد صوص ملوخيه فاكره. اه ده ودول كمان ده دي لا دي والله كانت دي يعني دي كانت ان هي بوظتها كنت فاكرها بطاطس بوريه افتكرها معش عارفه اللي هو البطاطس المعش وانا كنت عامله كشري قعد صوص بقول له بص بقى الاكله دي محمد. لا 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 ريم نركز مع بعض. اه محمد ايه بيجيب ولا لا؟ لا انا بيجيب ارقام بنوصل بيعلى حلو. احنا برضو كسبانين انا لا حكم احنا كسبانين. انت انت حظك العسل ان انا بس عايز اعرف انا في امل ولا لا. اكتر اكله هو بيحبها ايه يا ريم؟ اكتر اكله ده يعني بالعربي اهي مش كده. ايوه معايا. اول رايت ريم ريم جو ريم جو ريم. طيب ريم بياخد باله لما بتغيري في اي حاجه في شكلك في شعرك في 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 وشك في كذا؟ والله العظيم لو يعني كدبتي هزعل فعلا. هو بياخد باله بس لو انا اللي قلت له في حاجه يعني مش من يعني مش من نفسه هيقعد يشوف في يتغير. اكتبي بقى اكتر حاجه خد باله منها ايه. اكتب اكتر حاجه خدت بالك منها ايه. ماشي. ما حضر لهم فيديو يا جماعه نشوفهم كده على التيك توك وعلى السوشيال ميديا عاملين ايه. ايه مش عارفه انا حطيت ميك اب. لا ماشي إيه ده؟ يعني إيه ده؟ ماشي بس يعني الميك اب دي سهله قوي يعني مش لا للاسف محمد. لا لا ثانيه واحده. لا والله على فكره صدقيني هي اللي غلطانه. لا 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 شعري انا شعري قلت لك بص قصيت شعري ازاي لما حلقتي شعرك يا حبيبتي شعري اسمها قصيت شعري حلقت دي للرجاله قصيت شعري. ماشي هتفرق كتير يعني مش هتفرق كتير حلقت لما حلقت شعري ما ينفعش النبي حرص وصينه صعب اخوه كريم معاك في 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 التيم بتاع بلاي ستيشن. حلقت انا واحد صاحبه على فكره انا انت فاكره ان احنا متجوزين احنا اصحاب. اه على فكره احنا اصحاب قوي والله. ده حبيبي ده بس احنا اصحاب كده ما شاء الله. الله اكبر كل اعوذ برب الفلق خميس كتكوت وكبر. حاضر قلت لكم تذبحوا تذبحوا. حاضر يلا كده يا جماعه نشوف نشوف يعني واحنا بنكمل كده الجيم بتاعنا اللذيذ ده نشوف كده حاجه لريم ومحمد على وهم ها هنكشوا كده يلا يلا الاثنين على بعض ب 110 جنيه مضرب التنس اغلى من كره التنس ب 100 جنيه يبقى كره التنس بكام؟ ب 10 جنيه. ده مضرب التنس اغلى من كره التنس ب 100 جنيه. ايوه وهما الاثنين على بعض ب 110. طيب ماشي ما هو لو اغلى منه ب 100 جنيه يبقى ده ب 10 ما هو ب 10 عشان ده اغلى منه ب 100
ثانية واحدة، ما هو لو أغلى منه بمية يبقى كرة التنس يبقى باقي 10. ما ثانية على فكرة أنت موترني، ثانية. هي سهلة؟ تعبت قوي. لو ده بعشرة وده أغلى منه بمية، يعني ده بمية وعشرة فما ينفعش، صح؟ دي مشكلة. فده معناه إن إحنا نشيل عشرة من هنا، يعني لو عايزين لا نشيل. احسك ان انت بتتعبي نفسك قوي. ليه بتتعبي نفسك؟ لو كره ب 10 يبقى المضرب اغلى من الكره بكام؟ ب 110. لا يا الله. ريم ركزي. ثانيه، لو الكره ب 10 يبقى التنس اغلى من الكره ب 90. لو بقى المضرب اغلى من الكره ب 100، الكره ب 5 والمضرب ب 100. الله. انت كنت بتكوفي وانت فاكراها غلط. ضربت حاجه كده. هو الفيديو ده اللي مخليهم مشرفينا ومنورين. عمال يعمل لها في اختبارات 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 كل الفيديوهات، قلت لهم لا هاتوا لنا بقى ابو حميد بقى نجيب بقى نكسبها بنتنا. انت بتكسي عشان كده. عشان كده كرامتي رجعت لي والله. حبيبه قلب مامي، حبيبه قلب مامي، والله بحبك. انا بحبك اكتر يا رورو. يلا 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 ماشي. ها ريم، بتاخد وقت قد ايه عشان تجهز قبل الخروج؟ يعني بص، لا ثانية واحدة كده تغلط. يعني ماشي قريبين. لا انت يعني مش الدرجات يعني. لا اصل على فكرة لغينا السؤال قوي. لغينا السؤال سألت لغة. وهو نايم بيشخر ولا لا؟ الله، مش الجمهور لازم يعرف انت بتشخر ولا لا وانت نايم. حق الجمهور عليك. لان سيبا تبقى فاكر نفسك ما بتشخرش تطلع بتشخر في الاخر. لا لو تعبان. ريم برافو. جو. انا حاسس ان انا الوحيد اللي في العالم كده يعني. مقاس جزمتها كام؟ سهله. All right. ماشي. ريم برضو حتى الكنترول. هو يا جماعة كذبانة. أيوة أنا عايز أكذبه. الكنترول كله بيحب ريم قوي. الله. على فكرة كل الناس بتحب ريم قوي. بس السؤال كان ليه، مش هقدر يعني. حرام، هنغش ولا إيه؟ ما احنا مش هقدر اعمل كده. معلش ايه، هندي في الاخر هعد بالغلط يعني. لو هو الكسبان هعدله بالغلط وهكسبها. خلاص يلا اللي بعد. هو برج ايه؟ اسد. يا نهار اسود. ايه يا ماما، بيحبوا نفسهم. انا حاسس ان انت بتقولي ان برج الاسد برج وحش. بيحبوا. يا لا خالص، دي بص شايف مبسوطه ازاي؟ دي على فكره دي شايفه فخوره بيك، فخوره بيك. ما هو دي اوقاتي. بقالك قد ايه؟ انا بقالي قد ايه متجوزاه؟ بقالنا 7 سنين ان شاء الله داخلين على 8. طب على فكره عايز اقول لك حاجه بجد، الناس بتخاف لما بتسمع ما بلاش بقى تقول يعني. هي سالت عليك انت، مش لازم. انت اول حد تقولي على البرج بتاعي. يا لهوي، ومش عارف. مش لازم تعرفوا انا برج ايه. اقول لك يا برج ايه؟ عقرب. عقرب. ها هتتخضي ولا لا؟ على فكره مش صعب. برج عقرب برج قمر في الستات. بس رام بتاعتي ايام كده. طب اروح فين؟ اكتر من 22 سنه بقالها عقرب. حد يا جماعه يجي يقعد معايا يساعدني. بص بقى، انا لوحدي والله. انت نجم النجوم، ربنا يخليك. اسد ده والعياذ بالله. يلا نخش في اللي بعديه. يلا. اكتر فيلم او مسلسل انت بتحبيه؟ لا فيلم ولا مسلسل، عشان هتفرق كتير. مسلسل بقى عشان قلنا فيلم. لو ما جبتهاش دي بقى عيب عليك. مش هنكمل على فكره. ها دافس. ايوه هديت. ايوه ابو حميد ما تزروش معايا. طيب بوظت لك ايه في الغسيل؟ اكتب. يا ده كتير قوي كده. بوظت لك كل ده؟ لا والله انا بعتمد عليها في الغسيل يعني. ايه بقى الحاجه؟ صراحه ما بوظتليش حاجه.
هو انت هو انت عارفه إيه حاجه انا لا لا خالص لا 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 لو في حاجه تبقى وصلها لي لا لا يا بنتي معلش تاخدي بوينت لا يوجد تاخدي بوينت لا 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 مفيش حاجه لا لا همشيها يعني بس ثاني مش هتديها بوينت يعني الشراب ضاع كده على كام حاجات عايزي الحاجات اللي معروفه دي اه دي الشرابات ما بتتحسبش انا ما بحسبش خلاص ما نحسبش ما نحسبش ليه الاثنين يا شيخه ده انت مش حقها بس كده خلاص بيساعدك في شغل البيت ولا لا ولو بيعمل ايه لا الحق يتقال يعني وانا ليه كتبت من اليمين للشمال هكتبها بايه بالخط العريض كمان عشان نبقى ايه جاهزه يعني كتبت تكتب حاجات كتير انا بعمل حاجات كتير والله المواعين ايش لا لا هو بصراحه بيساعدني في البيت قوي والله العظيم لا وبعمل غسيل وبعمل حاجات كتير والله العظيم برنس والله العظيم بيعمل حاجات والله برنس يعني شايفين بنهزرش الحمد لله بجد شايفين الرجاله المحترمه والله لا لا لازم الواحد يقول الحق الله اكبر ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللي فيها يتنطط طب دي تتحسب لريم صح ايه طبعا هو انا ابقى زوج صالح اكثر برضو باسورد موبايله ايه باسورد موبايله عارفاه طبعا ما تقولهوش على الهوا لا يعرفها طيب طب ثانيه طب اعلي عليكي بقى اكتر اعلي علي الفيس اي دي بتاعها موجود على الموبايل بتاعي بصراحه لا بصراحه انت متاكد انك اسد والله كام اسد كام 20 اسد 20 8 اللي هو ملمس في العذراء بجد انت ملمس في العذراء اوكي عشان كده حلو ولا لا لا العذراء حلو طب خلاص عشان كده عشان كده نعتبره عذراء طيب ماشي عيد ميلاد حماتك كام انت تعرفي اصلا اكيد طبعا مامتي انا مش سالتك حماتك بتتفرج قلت لي وهي شاورت لها في بدايه الحوار عيد ميلادك حماتك لا يا فوفا والله العظيم بحبك والله بحبك بس يعني ما تعيرنيش بدي خلصنا عيد ميلاد حماتك طب انا ما تبصش ريم دوري هقول مثلا ريم سهله قوي سهله قوي كده مثلا نقول كده مثلا معرفش بعيد نهار اسود طب يعني مش بشهر ونسمع تحيه والله العظيم بحبك وانت سلام عارفه بحبك قد ايه ما تزعليش مني وما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني و 10 صفر على فكره والله ما بتزعلش مني ومامتها يا فوفا والله بتحبني قوي ما بتزعلش مني اخر سؤال تردي بامانه عمرك قلبتيه في فلوس وهو قفش عارف ارد هنا ولا في الحقيقه يعني هنا وكانوا كام لو سمحت كام ما تبصش على فكره والله انت بتسالي اسئله في الجون بجد اي رايك وكلها في صالحي عشان تبقوا عارفين انت هتستغربي لا لا موضوع حماتك ده هنناقشه بعد ال مستحيل في لبس بس بصراحه مش عارفه ليه بحب اللبس يعني بحب طيب. اللبس الاوفر سايز ده برده مش حاجه بس على فكره عشان احنا حاطين فلوسنا على بعض هو مفيش فلوس وفلوس فخلاص ما عندناش فخلاص يلا نحسب بقى قبل ما ننهي الفقره دي اوكي ريم 1 2 3 4 5 6 قدوا معايا يا جماعه 7 8 زودوا 9 10 11 12 ايه واحنا سالنا كام سؤال اصلا خلاص ثانيه واحده محمد 1 2 3 4 5 6 7 7 والله يا حبيبي يا ريم معلش يا ريم وهنا مشاهداتي الاعزاء ريم الطويل تكسب محمد البربري يو اديله ريم اديله ريم اديله ماشي نورتي بصي بقى كل ما هيعمل لك فيديوهات بعد كده تحطي بقى النهارده ان شاء الله فيديوهات انا كرامتي رجعت لي خلاص انا كده انا انت كده تقومي موريها له كل ما يقول لك الفيل بكام والزلومه بكام ايوه الحاجات الغريبه اللي انت انا بقعد اتوه بقعد اجيب طب بتحلي ولا لا؟ ما بعرفش في خلاص السن بقى يا ابني المخ بيهنج في السن مع الحاجات مش مشكله نورتونا النهارده ربنا يخليك انا انبسطت والله وانا اتشرفت والله واحنا كمان انبسطنا جدا اللهم بارك ما شاء الله كابل قمر يجننوا فجر حقيقي للنموذج اللي احنا نفسنا بناتنا تختاره وشبابنا يختاروا ويكونوا اسره سعيده والدنيا هات وخد وما فيهاش شد ومشاكل اكيد بتتخانقوا لكن في الاول وفي الاخر الموده والسكن والله صح ربنا يسعدكم ربنا يخليكم ربنا يجعلها جواز ترعاهم شكرا وما احتكوش الا في الجيمز بس لو سمحتوا الجيمز بتاعتكم على السوشيال ميديا ان شاء الله كان معانا محمد البربري وريم الطويل كنا بنلعب
ريم كسبانه. مين اول ريم كسبانه؟ ريم كسبانه. مين يعرف تاني؟ بتتفرجوا علينا. ابتدي اسالي ابتدي اسالي جوزك هو بيحب ايه وبيكره ايه، ايه اللون المفضل، ايه اكلته، عايز ايه، طولك قد ايه، انا نسيت اسالك، شوفي مقاس جزمته وعايز تشتري هديه، وانت كمان اعمل نفس الحكايه. حلوه قوي ومهمه قوي ان احنا في البيت نبقى عارفين كل حاجه عن بعض، لانه شراكه، هي شراكه صح. فردتي عزيزتي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع ليكم من هنا وبس.